تأخر الرفيق عبد المقصود يا بي ما؟ هلا شو بدي بالرفيق الزفت؟ أنا عم فكر بالدكتور اللي راح يجي وعواد، شو بدنا نقول له؟ دكتور ما راح يجي. ما راح يجي؟ ليش؟ لما طلبت من عواد يروح يجيب الدكتور، أنا رفعت له حواجبي والدرسان، فهم علي، فارتاح ما راح يجي الدكتور. الحمد لله طمنتيني. يا بي، الرفيق عبد المقصود شو اللي أخره؟ ولي انتحر الرفيق. حدو ستين جهنم، انا مشكله الرفيق هلا. الله يوفقك يا بي، روح شوف شو صاير، المخدر على المحكها. المظاهرات عمت كافه المحافظات السوريه. قلت لكم صوت الجماهير هو اللي بيعلى بالاخر. هذا اليوم يا جماعه تذكروني منيح، ما رح يغادر اذهاننا الى ابد الابدين، لانه نحن على حق، الجماهير دائما على حق. تذكروني، هذا رح ضل عالق بالاذهان دائما. الهي وسيدي مولاي، ما تروح الا شنق بحبله هيك تخنع وعلى دفعات، وما حدا يمسكك من رجليك وانت معلق بالمشنة او ينخعك النخعة غيري. شو تفضلتوا مختار؟ عفوا رفيق مرشد، وانت معه على نخع. يا عنصر، يا عنصر، لك يا عنصر، ولك احترامي سيدي. حسن شو صوت هالقواص؟ زعما ولك يا بهايم، انا بعدكم تشحطوني سلوم وتقصوا عليه. لك يا سيدي، هذا القديش عبد المقصود هو اللي قواص. وليش عم يقوص؟ شو بعرفني؟ قال فرحان بالمظاهرات. ولك يقطع عمره ما اخلصه، يضرب هو اللي جابه لهالبلد. بعدين انت شو عم تساوي هون ولا؟ انا مو بعتك تدور على سلوم؟ سيدي كل العناصر في حالة بحث، بس قلت انا ضروري ابقى هون لانه جايتني معلومات من مصدر موثوق منه وين متخبي سلوم. ومن مين جايتك هاي المعلومات؟ من اخته. من اخته؟ نلع من خلتي، نلع! مرحبا استاذ عبد. اهلا ريا، شلونك؟ الحمد لله. بتعرف ليش راحت حسنة وابوها؟ ليش وين حسنة؟ تركت البيت هي وابوها وما قالوا لي لوين رايحين. يعني صار شي معهم؟ لك ايش شو بيعرفني، عم تسالني لالي؟ اسال حالك. بعدين في واحد بيحب وحده ما بيعرف ليش راحت وليش اجت ووينها. معك حق، انا راح اغير روح ادور عليها، وبس لاقيها راح اطلب ايدها من ابوها دغري.